الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. وبعد، نتحدث اليوم عن موضوع له صلة بهذه الأيام، أيام الحج وأنوار الحج وأسرار الحج، هذه الفريضة التي نسأل الله عز وجل أن يكمل بها إيماننا وأن يكرمنا جميعا إن شاء الله بحج بيته الحرام وزيارة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ووعدت الكثير من الأحباب أن أتكلم عن موضوع الأضحية، يعني هذا الموضوع ما طرقته من قبل، موضوع يعني قد يكون يعني لا يحتاجه الكثير، لأنه موضوع الأضحية أصبحت الآن يعني من الأمور التي لا يستطيعها إلا أصحاب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله. ولكن هذا الموضوع ينبغي علينا أن نعلمه، أن نعلم أحكامه الفقهية، وأن نعلم أيضا حكمة هذه الأضحية. في هنالك كل حكم من الأحكام الشرعية يا أخواننا له حكمة، كل حكم من الأحكام له حكمة، هذه الحكمة هي علة فرضيته، هي يجتهد العالم أو العلماء يجتهدوا في معرفة حكمة هذا الأمر. فاليوم مثلا في خطبة الجمعة كنت أتكلم عن حكمة الحج، لماذا فرض الله عز وجل علينا الحج؟ هل الزكاة لها حكم معروفة، مواساة الفقير وكلا يكون المال دولة بين الأغنياء. الحج له حكم، من أعظم حكمه وأهدافه وغاياته أنه يذكر الإنسان بيوم القيامة. الحج من بدايته إلى نهايته تذكير للعبد بيوم القيامة، من يوم ما بيطلع من البيت ويودع أصحابه، وقبلها في تحري الحلال حينما يتحرى الحلال، لأنه بده بيعرف أنه النفقة الحلال هي من خلالها يقبل الحج. أما إذا كانت النفقة غير حلال، في هنالك حديث مر معي أنه إذا خرج الحاج من بيته ووضع رجله في الغرز كان وكانت نفقته حلالا، قال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إذا كانت النفقة غير صحيحة، النفقة غير حلال، يقول لبيك اللهم لبيك فيناديه المنادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، لا يقبل. يا من حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، الجمال هي اللي حجت، هذا كلام قديم. لذلك وقفته في عرفات، الزحام، الحر، السعي بين الصفا والمروة، كل يوم بينت لهم الحكمة فعلا أن الحج هو تذكير بيوم القيامة. الآيات التي ذكرت الحج اللي هي موجودة في سورة الحج، ومنها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ذكرت في سورة الحج. بماذا افتتحت هذه السورة؟ بالتذكير بيوم القيامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الآيات التي ذكرت الحج في سورة البقرة بدايتها وأتموا الحج والعمرة لله، بعدين بعد صفحتين بآخر آية التي تحدثت عن الحج الله عز وجل يقول واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا، يعني بعد كل الحج، واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن الحج من أهم غاياته هو تذكير
بيوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا إن شاء الله وأن يكرم حجاج بيته الحرام. اليوم نتكلم عن الأضحية، والأضحية تكون يوم العيد، يوم النحر. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة حينما هاجر إليها، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام شو قصة اليومين؟ قالوا هذان يومان كنا نلعب بهما في الجاهلية، يعني بنفرح وبنطلع على البراري. وقال إن الله قد أبدلني بهما يومان وعيدان، عيد الفطر وعيد النحر. لذلك ليس للأمة الإسلامية إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد النحر اللي هو عيد الأضحى، وكلاهما لا يأتيان إلا بعد موسم عبادة وطاعة. عيد الفطر بيجي بعد رمضان 30 يوم، شهر كامل وأنت تصوم وتقوم وتتحرى ليلة القدر، ويأتي بعدها عيد الفطر. وكذلك أعمال الحج وأعمال عشر ذي الحجة، يأتي بعدها عيد النحر، عيد الأضحى. لا يكون فرح للمسلم إلا بطاعة الله، بعد الطاعة افراح. لذلك شو قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بطاعة الله والإقبال على الله عندها افرح. المسلم لا يفرح بمعصية الله ولا يفرح بالمخالفة، يفرح حينما يطيع الله سبحانه وتعالى. للصائم فرحتان، فرحة عند فطري، يفرح لأنه أدى ما فرضه الله عز وجل عليه، وفرحة عند لقاء ربه حينما يدخله الله من باب الريان لحاله. فلذلك يا أخوانا، عيد الأضحى التي تكون فيه الأضحية هذا يسمى يوم الأضاحي، ويسمى يوم النحر، وهو في الحقيقة والأضحية تذكير بالتضحية الخالدة العظيمة التي ضحى بها إبراهيم عليه السلام. هذه أعظم تضحية. بماذا ضحى؟ ضحى بابنه الوحيد، إنسان. شوفوا يعني هالاعتبارات، بلغت 90 من عمره، 90 سنة، يعني ما عاد فيه بالكرم إلا الحطب كما يقولون، وامرأته عقيم اللي هي سارة، أكرمه الله عز وجل من هاجر بولد، وهذا الولد هو ولده الوحيد، تعلق قلبه به حبا. واحد جايك ولد بعد 90 سنة وما في غيره، كيف بدك تعامله؟ الولد قطعة من القلب، ثمرة الفؤاد. قال فلما بلغ معه السعي، شو يعني بلغ معه السعي؟ يعني صار عمره 7 سنين 9 سنين، صار يمشي معه ويقضي له حاجاته، روح جيب الغلط تعال هون. فلما بلغ معه السعي رأى في المنام أن الله يأمره بذبح ولده. يا لطيف، ابنه الوحيد واللي إجا بعد 90 سنة، وما بتصور بقى يجي ولد آخر. ففي ليلة التروية، يعني في ليلة اليوم الثامن اللي هو يوم الأحد، في ليلتها رأى في المنام أنه يذبح ولده. ورؤيا الأنبياء حق، لأن الأنبياء تنام أعينهم ولكن لا تنام قلوبهم، قلوبهم متصلة بالله سبحانه وتعالى. فرأى هذه الرؤيا، استعاذ بالله، يعني معقولة أنا أشوف يعني اذبح ولدي؟ مستحيل. في ليلة الثانية اللي هي ليلة عرفات كمان رأى ذات المنام أنه يذبح ولده. استعاذ بالله من الشيطان، لعله يكون رؤيا غير صحيحة. في ليلة النحر اللي هي ليلة العاشر
كمان رأى في المنام هنا تأكد له أنه ينبغي عليه أن يذبح ولده، لأن هذا رؤيا الأنبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، حينما يرى رؤيا هذه وحي. قال فدعا بولده إسماعيل. أديش كان عمره؟ تقول الروايات يعني تتراوح ما بين 8 سنوات إلى 10 سنوات. إسماعيل اللي هو أبو العرب جدنا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كمان عم يستشيره شو نساوي، شو بتحب نساوي، أنا هيك جاييني بالمنام ورؤية الأنبياء حق، ومين اللي شايف المنام؟ أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام خليل الله يلي نجى الله عز وجل من النار وجعل النار عليه بردا وسلاما. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شو بيجي الجواب؟ بدون نقاش ولا حتى سؤال ولا استفسار، يا أبي بركي هالمنام هذا مو صحيح، طول بالك ليكون مالك متوضي قبل ما تنام. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نتحدث عن ولد الآن وصل في البر إلى أعلى درجاته، افعل ما تؤمر. الله أكبر. هلا الآن إذا قال له ولد والد لأبيه يا أبي الله يرضى عليك ساوي الشغل الفلاني إن شاء الله، وإن شاء الله راحت عد ومد، شو هالبر هذا؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، خلص مو هيك الله أمرك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هلا الآن بده دغري مباشرة سيدنا إبراهيم بده ينفذ الحكم. طب يعني ما سأل الله سبحانه وتعالى يا ربي يعني ليش نذبح الولد؟ يعني اذبح خروف، اذبح جمل، اذبح مثلا، أما ذبح ولد، اذبح ولدي. ومين ولده اللي أتاه بعد 90 وقد بلغ سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم قرابة 100؟ مباشرة أخذ العدة السكين، ما بيحسن يذبحوا في مكة لأنه في الحرام لا يجوز القتل. وين طالعوا؟ برات الحرم، في شيء اسمه حدود الحرام، بس لتروحوا على مكة إن شاء الله مكتوب حدود الحرم، حدود الحرم هذه ومن دخله كان آمنا. بده يذبح، بده يذبح وين؟ خارج الحرم. لذلك منى التي يكون فيها الذبح وين موجودة؟ خارج حدود الحرم. قال فسار به حتى خرج به من حدود الحرم، فمر عند المكان اللي هو الآن جمرة العقبة الكبرى، في هنالك 3 جمرات بيرجمون الحجاج في أيام منى، في ليلة النحر نرجم أول شيء جمرة العقبة الكبرى اللي هو الشيطان الكبير سموه عند الناس، هذا يرجم بسبع حصيات. ليش؟ قال لما خرج ومر من أمام هذه الجمرة ما كانت موجودة، خرج له الشيطان لإبراهيم، قال يا إبراهيم أين عقلك؟ ابنك الوحيد تذبحه ولرؤيا؟ أنت رأيت رؤيا. ماذا فعل إبراهيم؟ أخذ الحصى من الأرض وضرب بها الشيطان فساخ وذاب كما يذوب الماء في الملح. رد ظهر له في المرة الثانية، يا إبراهيم، بده يريد يصده عن فعله عن أمر الله سبحانه وتعالى 3 مرات وهو يضربه، ومن هنا أتى رجم العقبات 3 في أيام منى، واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين، أحيانا بنرجم يومين وأحيانا بنرجم 3 أيام. هذا الهدف حينما ترجم هذا المكان أنت تتمثل هذه المعاني، أن الشيطان حينما يعترضك بعدم تنفيذ أمر الله أنت بهذه الرجمات تعاهد الله على مخالفته، على مخالفة الشيطان وأن تطيع أمر الله. لذلك عم نرجم نقول إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن، لكن الحقيقة أحيانا تختلف، الحقيقة تختلف. قال فلما وصل به إلى منى
قال إسماعيل. هذا الآن عم بذكر لكم بعض الأحاديث الواردة في هذا، والحقيقة أنا يعني جديد قرأتها. قال إسماعيل: يا أبتي أشدد وثاقي، ربطني منيح حتى لا أضطرب. الذبح بالطرب. واكفف ثيابك حتى لا يصيبك من دمي شيء، فتراه أمي فتحزن علي، واحدد شفرتك وأسرع في إمرارها على حلقي ليكون الموت أهون علي. هذا ولد عمره قديش؟ 10 سنوات، إسماعيل عليه السلام، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. قال: فما كان من إبراهيم إلا أن احتضنه وقبله وهو ينتحب ويقول: نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. الله 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 يهنيه ويكرمنا بأولاد بررة صالحين. قال: ثم شد وثاقه وأهوى بالسكين على عنقه، خلاص ما في مجال يعني، بلش بالتنفيذ. قال: لكنها لم تفعل شيء. السكين سلب الله عز وجل منها خاصة القطع والذبح، كما سلب من النار خاصة الإحراق، لما ألقوا لسيدنا إبراهيم الأب ألقي في النار فالنار لم تحرقه بل كانت بردا وسلاما، برد سيدنا إبراهيم في النار. الله عز وجل هو الذي يخلق الآثار في الأشياء، يعني الماء مو هو بذاته يروي من العطش، الطعام ما هو بذاته يعني يملأك شبعا، وكذلك النار لا تحرق بذاتها. طب نحن دائما بنشوف النار حطينا ايدنا حرقتنا، لا، الله يخلق هذا الأثر، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وممكن بأي لحظة ربنا سبحانه وتعالى يفقد هذا الأثر لهذا الشيء. فلم تذبح هذه السكين، فقدت خاصيتها. قال: فظن إسماعيل، إسماعيل طلع هيك مرأة السكين ما ذبح، قال: فظن أن يعني أباه قد أخذته رحمة فما تمكن من ذبحه، عاطفة الأبوة غلبت عليه فخارت قواه ما عاد استطاع يذبح. فقال: يا أبتي كبني على وجهي، خلي وجهي إلى الأرض. ليش؟ قال: فإنك إذا نظرت إلي أدركتك رحمة لعلها أن تحول بينك وبين تنفيذ أمر الله. خلي بس أنا نقرتي لفوق. ففعل إبراهيم ما أمره أو ما طلبه إسماعيل وكبه على وجهه، وهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصافات: فلما أسلم وتله للجبين. بده يذبح، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. نحن ما هدفنا أن تذبح ولدك، الهدف هو أن تنفذ ما أمرك الله به، وإن كان هذا الأمر غير معقول بالنسبة لإلك، لشيء اللي فرضه الله عليه لا يمكن أن يدخل في مجال العقل، ولكنه أمره الله بذلك، خلص عليه أن يفعل. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. نزل كبش من السماء عظيم، كان يربى في الجنة 40 سنة، 40 سنة وعم يرتع في الجنة، كبش أقرن عظيم، فذبح ذبحه سيدنا إبراهيم. لذلك هذه يا أخواننا الأضحية في يوم العيد، نحن نتمثل هذه المعاني حينما نضحي أو نشهد الأضاحي، نحن نتمثل ما فعله سيدنا إبراهيم وهو من تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى في ذبح ولده إسماعيل عليه السلام. ذلك يا أخواننا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي قال: هي سنة أبيكم إبراهيم. وكأنك حينما تذبح تطلب من الله الفداء لك ولمن تنوي هذه الأضحية عنهم،
أن يسلمهم الله عز وجل من كل ضر وشر، هذا المقصود. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى في نهاية الآيات: إن هذا لهو البلاء المبين. بلاء، بلاء عظيم، يذبح ولده الواحد، ولكن سيدنا إبراهيم نجح في الامتحان، صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي المحسنين. وجعل الله عز وجل الأضحية في كل الأمم التي من بعده، وخصوصا أمة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نتذكر سيدنا إبراهيم وصنيعه، وكيف أنه آثر أمر الله على كل شيء وأراد أن يذبح ولده. الآن نحن نضحي في يوم العيد اللي هو يوم النحر، إنهار الدم، وهو يوم الأضحية، وسميت الأضحية أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى، لأنه أفضل الأوقات لإلها ما بعد صلاة العيد. الآن ما هي الحكمة من هذه الأضحية؟ أولاً أن نتقرب إلى الله عز وجل بتنفيذ قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، يعني صلي صلاة العيد ثم انحر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواننا ما ترك الأضحية 10 سنوات وهو في كل عام يضحي صلوات الله وسلامه عليه، كل عام يضحي 10 سنوات. الآن لذلك نقول بأنه العلماء منهم من قال بأنها واجبة، لأنه ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا خلال فترة وجوده في المدينة المنورة. إذن التقرب إلى الله وإحياء سنة إمام الموحدين وشيخ الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وفديناه بذبح عظيم، ومن حكمها التوسعة على الأهل والعيال والجيران والأقارب والأحباب والفقراء، كما سيأتي بعد ذلك في حكم توزيع اللحوم. وأيضا شكر الله على النعمة، هذه الأضحية شكر لله عز وجل إنه الله بلغك عام جديد وأنت سالم معافى، فتضحي على نية الشكر لله عز وجل على ما أكرمك. شو حكمها الآن؟ الحكم الشرعي تبعها يا أخوانا، الحكم أنها واجبة عند الأحناف. مين في هون واحد مذهب حنفي؟ الأحناف يرفعون إيديهم ما شاء الله عليك، والله أنت واجب عليك، وأنت كمان واجبة عند الأحناف للقادر عليها. على كل بيت ينبغي أن يضحى بشاة للقادرين طبعا، إذا ما كان قادر تسقط عنه. قال: أما الجمهور قالوا بأنها سنة مؤكدة، ما هي واجب ولكنها سنة مؤكدة. شو السنة المؤكدة يا أخوانا؟ التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لذلك هلا نحن بنقول قبل صلاة الظهر في عنا ركعتين سنة مؤكدة وركعتين سنة غير مؤكدة، تنتين كان يداوم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهم أبدا، وتنتين كان يصليهم مرة ويتركهم مرة. إذن الهدف السنة المؤكدة هي ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم ما تركه. فالسنة المؤكدة الأضحية هي سنة مؤكدة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء: يكره تركها مع القدرة عليها. إذا كنت قادر أن تذبح فيكره أن تتركها. ما هو فضلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي يوم النحر، اللي هو يوم عيد الأضحى، عملا أحب إلى الله من إراقة دم. يعني أفضل عمل وأكرم عمل على الله وأحب الأعمال إلى الله يوم النحر هو إنهار الدم وإراقة الدم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضاحي فقال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا بها؟ شوفينا. قال: لكم بكل شعرة حسنة، شعر الخروف أو شعر البقرة أو شعر الإبل لك بها حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة في يوم العيد: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها. المرأة ما بتذبح بس، ولكن من السنة أن تشهد أضحيتها أين استطاعت. فإن لك بأول قطرة تنزل من دمها مغفرة لما سلف من ذنوبك.
يا ربي لما نحن بنذبح الخروف أول قطرة من الدم تنزل على الأرض مغفرة لما سلف من الذنوب. فقال أحد الأصحاب: ألكم هذه يا رسول الله خاصة لآل البيت؟ أبي خاطب فاطمة. قال: بل للمسلمين عامة. شو ما سلف من ذنوبه كل راح مع أول قطرة من الدم. شلون بقى إذا تتالت القطرات؟ ويسن، هذه من سنة الأضحية قبلها، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. الآن دخل هلال ذي الحجة الأحد الماضي وأنا بدي ضحي، فأنا من السنة أن أمسك عن شعري فلا أقصه وعن أظافري. ليش؟ تشبها بالمحرمين بالحج. هلأ هون من هذا الحديث، هذا يؤيد مذهب الجمهور أن الأضحية سنة وليست واجبة. زي قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم، يلي بيحب يعني، ما قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فليمسك، وأراد أحدكم معناها ليست بواجبة، هذا يؤيد رأي الجمهور. فإذا قص الشعر والأظافر من السنة أن يبتعد عنه الإنسان من أول هلال حينما يرى هلال ذي الحجة. طيب هل هذا واجب؟ بعض العلماء قالوا بأنه واجب. طيب إذا فعله الإنسان يؤجر عليه، وإذا تركه قال يستغفر فقط لأنه أخل بهذا الأمر. ولكن الجمهور، حينما نقول جمهور العلماء يعني الغالبية العظمى من العلماء، قالوا بأن هذا الأمر سنة، الإمساك عن الشعر وعن الظفر سنة، يثاب عليها فاعلها ولكن لا يعاقب على تركها، ما بده لا استغفار ولا شيء. طيب الآن نسأل كثيرا عن موضوع سن الأضحية. يعني أول شيء الإنسان ينبغي عليه أن يضحي فقط من النعم. اتصل فيني واحد من يومين قال لي: والله اشتريت ديكين عني وعن زوجتي مشان نذبحهم بالعين. قلت له: مشان شو؟ قال: بدنا نسوي أضحية. قلت له: لا، بدك ديك وجاجة أنت وزوجتك. قال لي: لا. قلت له: ما بيصح أضحية بالديك، ما بيصح، يا بدك الأضحية تكون فقط من النعم. هلا أنت بدك تذبحهم تصطفل، بس ولكن هل يقع موقع الأضحية؟ أبدا. إما جمل الإبل أو البقر أو الغنم يلي هو الضأن أو المعز، هذول نوعين، المعزة أو الخروف. المعزة يلي هي الأنثى، مين بيكون زوجها؟ أعيني عليكم ما شاء الله، التيس. قد بيقولوا يا تيس. نعم، المعز والتيس هذا زوج الذكر، والشات اللي هي الغنمة أو النعجة وزوجها الكبش، وهو أفضل أنواع الأضحية الكبش. الآن إذا بدأ الواحد يذبح إبل بده يكون هذا الإبل قد أتم 5 سنوات، وإذا بده يذبح بقرة بده تكون هالبقرة هي أتمت 2 سنين، وبده يذبح شات أو غنم أو معز بده يكون أتم 6 أشهر، أتم 6 أشهر، يعني تحت 6 أشهر لا تقبل أضحية، في شروط، تحت 6 أشهر ما تقبل، وينبغي أن تكون سليمة خالية من عيوب 4. أول شيء ألا تكون عوراء بعين واحدة، يعني إذا في عين رايحة ما تقبل هذه الأضحية، ويلحق بها مقطوعة الأذن، إذا أذن أحد أذنين مقطوعين عرفتوا علي لا تقبل، أو مكسورة القرن كمان، هذه بده الواحد يكون، ليش؟ لأنه بدك تقدمها هدية إلى الله سبحانه وتعالى، بدك تكون كاملة. إذا أخذت هدية لواحد ذو شأن تأخذ لها ناقصة، تأخذ له كاملة مكملة،
فهذه الأضحية هي تقديم لله سبحانه وتعالى. هو قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الحب والإيمان والتسليم والتصديق. فأنت لا تكون عوراء، وأن لا تكون عرجاء، وأن لا تكون مريضة، والله شاة جربانة أو في معها مثلا نوع من المرض، في عدة أمراض سل أو غيرها. بعدين أن لا تكون عجفاء، يعني هزيلة، نوب، صحيح عمرها 6 أشهر أو سنة أحيانا بس ولكن ضعيفة هزيلة، فهذه كمان واحد أمدك قدمها لله. إذا لا تكون عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا عجفاء. وأفضل أنواعها، أنواع الأضحية، الكبش الذي كان يذبحه النبي عليه الصلاة والسلام، الكبش الأملح الأقرن، كبش أملح أقرن. شو يعني الكبش؟ عرفنا هو ذكر الغنم. والأملح شو يعني الأملح؟ الأملح هو ما كان أبيضاً وفيه مواضع سواد. شلون كان النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الصحابة؟ فكان يقول مثلاً ائتوني بكبشين يطأ في سواد ويبرك على سواد وينظر في سواد. مين بيحسن يفسرها هي؟ ائتوني بكبش يطأ في سواد ويبرك على سواد، يا عيني عليك، يعني قوائمه سوداء، هو أبيض، خروف أبيض بس ولكن قوائمه يعني يطأ في سواد، ويبرك على سواد يعني في بطنه شيء من السواد، وينظر في سواد حوالين عيونه في سواد. هذا الكبش الأملح. مرة بالرعب بدنا نضحي، فلقيت لك واحد هيك مشمبر ونازل بين هالأغنام أكثر من 500 غنمة ويروح يدور، لك شو بك؟ قال لي بدي واحد أملح. قلت له شو الأملح؟ قال لي أبيض أبيض وفي شوية سواد مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وأقرن يعني له قرون، له قرون متينة قوية. هذا الذي كان يذبحه صلى الله عليه وسلم، يعني روي أنه كان حينما ينتهي من صلاة العيد يذبح في المصلى صلى الله عليه وسلم. والمصلى ما كان في المسجد، ما كانوا يصلوا في المسجد. وين صلاة العيد كانوا يصلوها؟ في المكان الواسع. ليش؟ حتى يسع الناس، وفوق ذلك حتى تشهد صلاة العيد الحيض، النساء الحيض، فيذهبون لحضور شهود صلاة العيد. بالجامع ما بيحسنوا يفوتوا، المرأة الحائض ما بتحسن تفوت على الحائض، لذلك تحرم من صلاة العيد. وين كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالخلاء، خارج المسجد. هذا دليل قوي جدا على أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد ولا يجوز لها أن تدخل المسجد. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأذكر بهذا إخواتنا النساء، قال صلى الله عليه وسلم إني أحرم المسجد على الحائض وعلى الجنب. الحائض والجنوب لا يدخلون المسجد. بدي بس حضور مجلس علم، ما بيصير. في وقت العذر ما في دخول. عندي مجلس قرآن، ما بيصير أبدا. هذا المسجد له حرمته. إني لا أحل، صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحل المسجد لجنوب ولا لحائض. طيب، قال وذبح كبشا أقرنا أملحا، صلى الله عليه وسلم ذبحه بيده. كان صلى الله عليه وسلم يضحي بإيده، كان لحام يعني جزار أبدا. ووقتها تكون من بعد صلاة العيد إلى ما قبل غروب الشمس من آخر أيام التشريق. يعني عندك أول يوم العيد اللي هو يوم النحر، بعدين 3 أيام بعده، هدول اسمهم أيام إيش؟ التشريق. ليش سمون أيام التشريق؟ لما كان تكثر عندهم الأضاحي ما عندهم أمكنة يحفظون بها هذا اللحم، شو يساووا؟ كانوا يقطعوا اللحم إلى شرائح رقيقة ويعني يمزجونها بالملح ويشرقونها عند شروق الشمس على أشعة الشمس حتى تصير قديدا، عندها يستطيعون حفظها إلى أطول وقت ممكن. يعني نحن نسميه كانوا من زمان أورما، يا عيني عليك، ما شاء الله، عتيق يا أبو النور، عتيق ما شاء الله. فكان ما في برادات ولا في فريزات،
فكانوا بقى دائما يعني يحفظون اللحم بهذه الطريقة. فهذه الأيام أيام التشريق بإمكانك أن تذبح بها في الليل أو النهار، في ليل أو نهار. قديما كان يكره الذبح في الليل، ليش؟ لأنه ما كان فيه هنالك إضاءة كافية، فكان يخشى على الإنسان أن يؤذي نفسه، فكانوا الفقهاء يقولون يكره الذبح ليلا. أما هلا ما في كراهة، ليش؟ لأنه انتفى هذا الأمر. وعند الذبح ما هي السنان؟ إذا بدك تذبح بإيدك يا أبو النور، حابب تذبح بإيدك، أنت حنفي لأنه عرفت علي، بدك تذبح. قال عند الذبح يسن أن يسوق أضحيته سوقا لطيفا، يعني أخذها على الموت بدك تذبحها، قال سقها إلى الموت سوقا جميلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجرها من رجلها. وهذا نحن بنشوفه كثير عند اخواننا اللحامي الله يهديهم، بتلاقي بيطلعها بشدها ما بتمشي معه، بشدها من رجلها هيك وهي اجباري بقى بدها تمشي، طالعه على الابان، الابان اللي نسال الله ان يكون ميزانا عادلا. اللي واحد رحت اشتريت من الاحداشريه لما كان من زمان في احداشريه، وين هي الاحداشريه؟ نواحي باب شري والزبلطاني هيك شيء. قال لي اشتريت خروف وزنه 73 كيلو، رجعت لعند اللحام شان يذبحه، قال له هذا وزنه 66 66 نزل. قديش بقى غاشين فيه؟ قال لي كانوا من زمان يربطوا الأبان من تحت بحبله ويحطوا الحبلة نازلة على الأرض مربوطة بصاجة، فقط بده يحط الخروف على الأبان بيكبس برجله على الصاجة بينزل له شيء 10 كيلو تانيات. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بده ينتبه الواحد، بده يعرف منين بده يشتري اللحم. قال فيسوقها سوقا لطيفا ولا يجرها من رجلها ويخفي عنها السكين. ما تحد الشفرة أو تمسك الشفرة أو السكين أمام الشات، هذه لها إحساس، هذه كلها أوامر نبوية. وأن لا يذبحها أمام شات أخرى، كمان بدك تذبح واحدة بغير إذنه، مكان واسع يكون، ذبحت هي هون ما تكون الثانية قريبة منها، خلص ذبح الأولى بعدين جيب الثانية. قال يسن أن له أو يجب عليه أن يسن سكينه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني بدك تقتل أي شيء، فارة تقتل، هذه من السنة أن تقتل، لا تعذبها ضربة واحدة خلاص قتلها. ذلك أبو بريص اللي هو الوزغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ، والآن ثبت علميا أن فيها مرض شديد الخطورة ما بيروح، بعدة يعني بكل أنواع مضادات الالتهاب. هذا الوزغ شو قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال من قتله بضربة واحدة فله 300 حسنة، ومن قتله بضربتين، من قتل بأول مرة الثاني له 200 حسنة. ليش؟ 3 ضربات 100 حسنة. ليش عم يقلنا هيك النبي عليه الصلاة والسلام؟ مشان ما تعذبه للمسكين، عملت هيك وخالص، عم يرغبك انه في لك 300 حسنة مشان تقتله بضربة واحدة. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يا ربي دخيلك، هذا على مستوى الحيوانات الضارة أو الحشرات الضارة، أحسنوا القتلة، هذه كمان روح نفس. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته. ما بصير والله سكينة متلمة بده يذبح فيها، والله بعملت هيك 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 هيك، إيش عذبتها هلكتها للمخلوقة، هذه روح. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والله هذا يا أخواننا أخلاق عالية جدا، لطف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ويسن أن يوجهها للقبلة، الشاة يحطها هون على القبلة، وشها لوين؟ على القبلة، معناتها على أنه جنب بدها تقعد الشاة؟ أيسرها على الأرض، رأسها بيكون هون
ورجليها هنيك جنبها وتكون على الجنب الأيسر، جنبها الأيسر، ويضع صلى الله عليه وسلم كان رجله على صفاحها الأيمن. ليش بيحط رجله على الصفاح؟ يعني على صفحة العنق، حتى لا تتحرك، وهذا أريح للشاة، حتى لا تميل وبالتالي قد تتأذى. يضع رجله ويمسك برأسها ثم يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه لساته ما ذبح. بعدين يسمي الله ويكبر بسم الله والله أكبر، ثم يذبح ويقول: اللهم هذا منك وإليك. ما بدأ الحكاية؟ إذن توجهها على القبلة على جنبها الأيسر بسم الله والله أكبر، اللي بيحب يذبح بإيده، اللهم هذا منك وإليك. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بيده ويقول: هذا عني، ذبح كبشان، وقال: هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. الله، يعني هالمساكين الدراويش اللي ما عندهم قدرة ذبح عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ثانية: هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي إلى يوم القيامة. فلا تزعل على حالك إذا ما عندك قدرة، النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنك. وكان أحيانا هو يذبح خروفين، كبشين أملحين أقرنين، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، وفي الثاني يقول: بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. يعني هذا عن محمد وآل محمد. شو يعني آل محمد؟ أزواجه، أولاده، بناته، هذا هو. وتصح الوكالة بالذبح إذا ما عندك قدرة تذبح توكل. يا أخواننا، في نقطة مهمة جدا أنا صلي ملاحظة فترة خلال العيادة الماضية، اللي هي الذبح في الشوارع. في هنالك أمكنة مخصصة للذبح. أحيانا نرى أناس يذبحون في الشوارع، والله هذه قمة الجرائم، هذه مصيبة المصائب، خصوصا يذبح والدم يسيل وتلقى النفايات ومخلفات هذه الأضاحي في الشارع، والدنيا صيف وحر، أول شيء نجس، الدم هذا الذي يسيل نجس، الإنسان وقت بده يمرق فيه وتطرش فات على الصلاة ما مقبولة صلاته، إذا ثيابه تلوتت في هذا الدم لا تقبل صلاته، نجس بصريح القرآن. بعدين هذا أليس إيذاء للمسلمين في طرقهم؟ الروائح والمنظار، وفي هنالك أماكن مخصصة. لذلك أنا بقول لا يذبح الإنسان أبدا يا أخواننا عند هؤلاء. أول شيء يعني نكون نحن عم نساهم في هذه المصيبة. صحيح أحيانا بيكون الكيلو أرخص بشوي، بس ولكن ما بيصير يا أخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من آذى المسلمين في طرقهم، من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. في كبيرة، في لعن، هذا العمل مصيبة. لذلك ورد أنه من شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلما بتبعد الأذى عن الطريق هذا من شعب الإيمان، لما بتجيب الأذى بتحطه في طريق الناس هذا شو بيسمه؟ هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، وفيه لعنة من النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه لعنتهم. فلنحذر يا أخواننا، لا تذبح عن هؤلاء، لا تذبح، لأنه عم تساعدهم أنت الآن بهذه القضية. يا أخي درويش ما بيصير، يا أخي درويش في ألف طريقة الواحد ممكن يسعى وراء رزقه، أما أن يؤذي الناس بهذه الطريقة ما بيصير. وتقسم الأضحية إلى ثلاث أقسام: تأكل ثلثا منها، وتعطي الفقير ثلثا، وتهدي الغني ثلثا. هلا هذا التقسيم هو العلماء قالوا عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوا وادخروا وأهدوا، كلوا وادخروا وأهدوا. بس هلا إذا واحد أكل الذبيحة تبعه كلها عمله صحيح، إذا حب يتصدق بكل الذبيحة كمان عمله صحيح، عرفتوا علي؟ بس العلماء ارتأوا هذا، أنه ثلث بيأكل منه وثلث يعطيه للفقير وثلث يعني يهديه للإنسان ولو كان غنيا. الله عز وجل قال: فكلوا منها
وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي يعني يتعفف عن السؤال، أما المعتر هو الفقير الذي ألجأته الحاجة الشديدة إلى السؤال، فهذا بالطعمي وهذا بالطعمي. الآن في شيء مهم، الجزار اللي هو اللحام له أجر على ذبح الأضحية. يا أخي أديش حق الأضحية؟ الحاضر حضية 100,000. أديش بدك أنت أجرتك؟ والله أنا بدي 3,000 ليرة. إيه هي حق الأضحية وهي 3,000 أجرتك. مو بيعطيه 3,000 أو بيعطيه 97,000 يقول له 3 هدول من أجرتك و 97 هدول الأضحية. ما بيصير، ما بيصير. لا يعطى الجزار من الأضحية شيئا ثمنا لذبحه. بدك تعطيه ثمن خارج موضوع الأضحية، هذا خلصنا منه. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية. والله أخي إذا شايف لك هاي الأضحية يعني لحبيع والله الفخدين الدمانيات أو الكتفين، ما بيجوز. الآن الجلد كمان، حتى الجلد ما بيبيعه. الجلد تعطيه للجزار إذا حبيت تصطفل، بس إما على سبيل الهدية وإما على سبيل الصدقة، لأنه أنت بحق لك تهدي من هذه الأضحية. أول شيء بتقول له قديش أجرتك؟ 5,000 3,000 اللي هن، تفضل هي أجرتك. قال الآن أنا الجلد ما عندي قدرة أنا أحوى الجلد، وين بدك تروح فيه؟ خصوصا أيام العيد ما في كل الدباغات مسكرة. فبهيك حالة إما أن تعطيه للجزار على أساس يتبغلك ياه ويعطيك ياه بعد العيد، هذا أمر كما بيصير، أو أن تهديه، تهديه لهذا الجزار، عرفتوا علي؟ أو أن تتصدق عليه به إن كان فقيرا، أما تبيعه ما بيصير. كثير من الناس يبيعون الجلد، ومن باع شيئا من أضحيته يعني بعض العلماء قال يذهب أجرها، خلص هذه لله سبحانه وتعالى. هلأ أحيانا بيقول لك والله أنا ببيعه ب2,000 أو 3,000 بتصدق بهذا المال. هلأ الفقير يصطفي اللي يبيعه بعد ما تملكه إياه يصطفي. هلأ إذا واحد أخذ من الأضحية أو إجا عدة أضاحي مثلا شقفات لحم وحب يبيعون يصطفي، ما في عليه إشكال. بس أنت أن تبيع شيئا من أضحيتك فلا يصح. قالوا والأضحية أفضل من التصدق بثمنها. هذا سؤال سئلنا عنه من يومين، أنه أنا عوض ما أنا أذبح مثلا الخروف، هل 100,000 تصدقت فيه على ناس محتاجين بحاجة مثلا لعمل جراحي، بحاجة مثلا لملابس على العيد؟ أو نقول لك هذه صدقة تقبل، ولكن أيهما أفضل؟ الأضحية وليس التصدق بثمنها. في أيام العيد الأضحية هي الأفضل. والأمر المهم أيضا كمان، الأضحية سنة للأحياء. ما في شيء اسمه أضحية عن الأموات. إذا أنت أحببت أن تشرك بهذه الأضحية الأموات ما في عليك إشكال. بس واحد والله أنا بدي ضحي عن أبي اللي مات، بس أي بس بعض العلماء منع هذا، عن الشافعية ما بيصح. لذلك بدك تضحي، بتضحي عن الأحياء وتشرك معهم إيش؟ الأموات. لا بتعطيهم أضحية استقلالية خاصة فيهم، لا. لذلك بنصحك دائما ودك تضحي أنت عن أهل، عن البيت، تضحي عن نفسك وعن زوجك وعن أبيك وأمك وذريتك، عرفتوا علي؟ هدول بتنويهم. هلا لو نويت بثواب هذه الأضحية كل المسلمين يصل الأجر إلى كل المسلمين، وتنال أيضا أنت بذلك الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عن محمد وهذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من لم يضحي من أمة محمد، فنال عمم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الثواب. فلا تقل هذا عن أبي المتوفى أو أمي المتوفاة، لا، هذا عني وعن زوجتي وأولادي وعن آبائي أو أبي وأمي إذا كانوا في الأموات. فلا تحرم نفسك، لا تقصر الأضحية فقط على الأموات، أنت بتضحي عن نفسك وتشركهم معك في الثواب والأجر. ولكن قالوا إذا وصى الميت بأن يضحى عنه، يعني أبوك قبل ما يموت أو كتب بالوصية أنه يا أبني الله يرضى عليك بتضحي عني بس لموت،
هذه أصبحت وصية واجبة، يجب عليك أن تنفذ هذه الوصية. شو حكم اللحم يلي نحن ذبحناه مشان الأموات؟ مثله مثل أي مثل حكم الأضحية العام، ثلث للفقير، ثلث تأكله، ثلث تهديه. طيب الآن سؤال، هذا سئلت عنه البارحة، واحد بده يضحي ويساوي عقيقة بنفس الذبيحة، يعني جاي ولد من قبل كم يوم وهلأ عيد الأضحى، بيحسن يشرك ما بين الأضحية والعقيقة؟ نقول له الجمهور على أنه لا يصح، لأنه لابد من كل واحدة ذبيحة مستقلة، ولكن الأحناف رضي الله عنهم قالوا يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، ويكتب له أجر العقيقة وأجر الأضحية، كما أنه يجوز الجمع بين السنن. يعني إذا دخل الواحد الآن بده يصلي ركعتين سنة تحية المسجد وصلى معها سنة الفجر، جاي عن صلاة الصبح، صلى ركعتين نواهن سنة الفجر وسنة تحية المسجد، يكتب له أجر الثنتين. توضى وطلع، سنة الوضوء وسنة تحية المسجد، يكتب له أجر الاثنتين، وإذا ضاف معه سنة الفجر يكتب له أجر 6 ركعات بركعتين، عرفتوا علي؟ فهذا الجمع بين السنن عند الكثير من الفقهاء ما في عليه حرج أبدا. ولا يجوز دفع ثمن الأضحية من الزكاة. يعني يجي واحد والله أخي أنا الحمد لله بضحي كل سنة، بس بعتبرهم شو؟ من الزكاة. أبدا لا يجوز، لأن الأضحية أو الزكاة لها مصارف خاصة بها لا تنطبق على موضوع الأضحية. نسأل الله سبحانه وتعالى يا أخواننا أن يجعلنا